إذن مشاهدينا الكرام، هكذا ينطلق بحفظ الله ورعايته الشوط الخامس عشر، وهو شوط خاص بالحقائق الأفكار، والزميل سعيد بن راشد العويسي هو من سيتابع معكم هذه التحديات وهذا الانطلاق. يتجدد اللقاء أيها الحفل الكريم بكم، شوط ينتهي وشوط يبدأ بالانطلاق في هذه الانطلاقات المستمرة في هذا الصباح مع الحقائق. شكرا للزميل سعد بن مثل العتيبي الذي يتواصل دائما في هذه الانطلاقات وفي هذا التواجد هنا في أرضية هذا الميدان. والشوط انطلق مشاهدينا الأعزاء والشعارات عديدة والأسماء قوية، شوط يحمل اسم الأبكار الحقائق التي تنطلق في 4 كيلومترات، وهو في هذا الانطلاق الجميل. ونسير هناك بركب المقدمة ونندفع مباشرة لنشاهد المراكز المتقدمة على شاشة التلفزيون، وهذه من تقود المشاركات اللي هي الرياضية. الرياضية مشاهدينا متابعينا الكرام، وسلطان بن خليفة بن زاهرة الخيالي الذي قدم الرياضية لتقود المشاركات بجدارة، مزنة تأتي في المركز الثاني وتعود مالكيتها للسيد حمد بن جرحب المري، هي اللي في المركز الثاني. ولكن هناك أيضا دخول مشاهدينا الأعزاء من الغزيل للغزيل، تعود ملكيتها للسيد فراج بن ناصر بن حفيظ، هي اللي انتقلت فرج بن ناصر بن حفيظ المري إلى المركز الثاني. نقلتنا إلى ثالث المراكز، وشوف هناك المركز الثالث بن صوغان حمد بن بطي المنصوري، هي اللي في المركز الثالث. والدور دور المركز الرابع، وهذه اللي في المركز الرابع اللي هي الفائزة لملحان بن حمد المري، هي اللي في المركز الرابع. بينما في خامس المراكز تتدخل من الجانب الثاني، والدخول الرائع والممتاز في هذه اللحظات من قبل غزلان. غزلان تعود ملكيتها لسيد شهوان بن غانم الشهواني، هي اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه الخمس المراكز المنطلقة في هذا الاندفاع القوي والانطلاقات الجميلة في أرضية هذا الميدان. مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك أسماء خلف الخمس المراكز وشعارات كذلك لا يستهان بها، انتظروها في الوقت المناسب. هناك بعد لوحة 1500 متر، الكل راقب في الفوز، والكل أتى من أجل الفوز والناموس، ولكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ما علينا إلا نتابع نحن ونعود مرة ثانية مشاهدينا الأعزاء إلى المراكز الأولية. وهناك أشوف اللي هي الرياضية. الرياضية من تقود المشاركات وتتحدى كل المنطلقات وتتصدر مجموعة هذا الشوط بهذا الاندفاع، بهذا الانطلاق، بهذا التحدي الجميل. هناك سلطان بن خليفة بن زاهرة من أحد شباب دولة الإمارات في مدينة العين المتواجد دائما، ونجم من نجوم رياضة الهدن. بينما المركز الثاني أشوف هناك أيضا تواجد كبير لغزلان. غزلان هذا الميدان تتواجد كذلك في هذا الشوط وتندفع بقوة. وهناك مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هو فرج بن ناصر بن حفيظ المري، هو الذي قدم غزلان في هذا الشوط. بينما هناك الدخول في هذه اللحظة من قبل جبار العبد الله بن ناصر العمري، هي الذي انتقالة ممتازة إلى المركز الثالث والمركز الرابع. دخول في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء لصالح بن حمد، أو شوف هناك لصالح بن حمد بن هاملة اللي هي عزايم في رابع المراكز. بينما المركز الخامس أشوف هناك وديان وفهد بن فيصل المري، أو فهد بن مقبل المري، هو الذي يقدم هذه السلال الجميلة. هذه الخمس المراكز للمرة الثانية على التوالي، وهناك أسماء لا زلت أقولكم
والكيل الأخير. مشاهدينا متابعينا الكرام، وهناك الانطلاق الجميل ولا زال من البداية، وهي السيطرة الجميلة من قبل الرياضية سلطان بخليفة بن زاهر الخيالي، وهي مصرة كل الأسرار على البقاء في هذا الموقع في المقدمة، ولكن الهجوم والمطالب من الجميع، بينما تليها بالمركز الثاني اللي هي جبارة وعبد الله بن ناصر العمري هي اللي في المركز الثاني، بينما تاتينا في ثالث المراكز لعبد الله بن طويرش الوليبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مضاوي مضاوي، عبد الله بن طويرش الوهيبي انتقلت الى المركز الثالث، وهناك المركز الرابع ايضا مزنة وصلت. مزنة مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام لطالب بن صالح بن حفيظ المري، طالب بن صالح بن طيان المري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بدت الامور بدت الاوامر، ولا زالت اللي مسيطره اللي مسيطره الرياضيه لسلطان بن خليفه بن زاهر الخيالي من البدايه وحتى هذه اللحظات. تليها بالمركز الثاني عبد الله بن ناصر العمري، وهناك دخول وهناك وصول مشاهدينا متابعينا الكرام لناصر بن شافي القحطاني نوف في المركز الثالث. الله بدا الرقص وال200 متر الاخيره والسيطره من الستارت، ما شاء الله قامت راس وبدات راس، بدات راس وانتهت راس من البدايه اللي هي رياضيه سلطان بن خليفه بن زهره قدم الرياضيه في هذا الشوط. تهانينا سلام هالي العين، سلام على هذا الانجاز، وهذه لي نقل المركز الثاني لعبد الله بن ناصر العمري اللي هي جباره، ووصلت في المركز الثالث اللي هي نوف لناصر بن شافي القحطاني، اما المركز الرابع لعبد الله بن طويرش الوهيبي، والمركز الخامس اللي هي لحمد بن راشد المري اللي هي المتحدة. يا سلام، هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى في هذا الاندفاع في هذا الشوط الذي كان حمل لنا الأثارة، حمل الحماس، حمل التنافسي والتحدي، ولكن حمل السيطرة من البداية مشاهدينا الأعزاء حتى النهاية مع الرياضية لسلطان بن خليفة بن زاهرة الخيالي. ومن هذا الميدان من ميدان الشحانية نبعث السلامات هناك في مدينة العين إلى أهالي هيلي في هذا الانطلاق وهذا التحدي. تهانينا، هذه لحظات التوقيت الزمني الرياضية التي انتزعت الفوز والناموس، قطعت المسافة في 6 دقائق و24 ثانية 18 جزء. لا اضغط تهانينا لسلطان بن خليفة بن زاهر الخيلي 6 دقائق و24 ثانية 18 جزء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز، بينما وصلت في المركز الثاني اللي هي جبارة، قطعت المسافة في 6 دقائق و25 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك جبارة سالم بن حمد العمري، والمركز الثالث نوف، قطعت المسافة في 6 دقائق و25 ثانية و 23 جزء من الثانية. تهنينا لمالك نوف ناصر بن شافي القحطاني. كل الفائزين، ونتمنى إن شاء الله حظ أوفر لمن لم يحالف الحظ. إذن هاي مشاهدينا الكرام انطلاقة شوطنا.